أكد مرشح الدائرة الانتخابية الثانية علي الراشد أن انتقاده لوزير الداخلية هو انتقاد لأداء وليس لشخص الوزير. وأضاف الراشد خلال ندوته الانتخابية التي أقيمت مساء أمس أن الوقوف مع النظام والمشاركة في الانتخابات الماضية كان حبا للكويت وحرصا على استقرارها وليس من أجل مصالح شخصية. أكد مرشح الدائرة الانتخابية الثانية رئيس مجلس الأمة ديسمبر 2012 المبطل علي الراشد أن البلاد تشهد استقرارا ملحوظا مقارنة بحالها في العام الماضي. وأشار الراشد خلال الندوة الانتخابية التي عقدت مساء أمس وسط حضور جماهيري كبير إلى أن الوقوف مع النظام والمشاركة في الانتخابات الماضية لم يكن لمصلحة شخصية وإنما كان لأجل الكويت واستقرارها. أقولها علانية وصريحة، اللي يوقف مع النظام علشان مصلحة علشان منصب لا يوقف معه، احنا نوقف مع النظام عن قناعة ومحبة وولاء. صحيح هناك احباط كبير في الكويت على كثير من الامور، والشعب الكويتي انا ادري محبط، وانا ازور الدواوين والمنتديات ونسمع حكي كثير من حالة الاحباط اللي يمر فيها الشعب الكويتي، هذا امر ما حد ينكره، لكن انا قلتها من قبل واكررها، حالة الإحباط لا توصلنا إلى اليأس. سنظل متفائلين رغما عنه من أجل الكويت، إذا ما تفائلنا ما راح نشتغل. كما أكد الراشد أن انتقاده لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود هو انتقاد لأداء وليس لشخص الوزير الذي يكون له كل الاحترام والتقدير. نقدنا ونقد حتى الاختصاء للأخ وزير الداخلية على أدائه مو لشخصه، شخصنا كل الاحترام والتقدير، هو شيخ ابن شيخ من الأسرة الحاكمة اللي نحبها ونقدرها لأبعد الحدود، لكن احنا ننتقد بعض الأداء اللي قاعد يقوم فيه مو لشخصه. وإذا فهم من كلامي أمس أن أي انتقاد لشخص الوزير، خصوصا عندما قلت أن ما يطهرك ما يزمزم، أنا أقصد ما يطهرك ما يزمزم من المساءلة مو لشخص ثاني، حاشاك حاشاك أني أقول فيك، ولا اعتدت أني أقول كلمة بذيئة بحق أي شخص كان حتى لو كان عدو، فما بالك أنت الزميل. كما أكد الراشد أن مجلس ديسمبر المبطل ساهم كثيرا في الوصول إلى حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليا، وهو الاستقرار الذي انعكس على جميع المجالات. قبل سنة من اليوم شنو كنا؟ شنو كانت حالتنا؟ شنو كان إحساسنا من الداخل؟ كنا بوضع لا يحسد عليه، كنا بحالة خوف وبحالة انهيار. كثير من الدواوين لما دش عليهم العام وناقشهم يقولون والله نبي نهاجر، ما احنا قاعدين في الكويت نخاف يصير شيء بالبلد، وايد سمعت هالكلمة. اليوم الحمد لله ما تسمعها، اليوم خلال فترة وجودنا في هذا المجلس هناك استقرار، هدوء، البورصة ارتفعت، معناتها هناك ثقة بالاقتصاد الكويتي، ولا كان ما ارتفعت البورصة؟ لأن راس المال جبان، متى ما حس بالأمن والاستقرار تشوف النهضة الاقتصادية. فاليوم أحسن من أمس وباكر أفضل بإذن الله.